اليوم بدنا نحكي عن هيك عارض غريب وخاص بالتغذية سالي، اسمه هاشي موتو، حاسته صيني أو ياباني. وأنا حسيتها التهاب الغدة الدرقية موضوعنا لليوم، نحكي عنه وتأثيره أيضا على الغذاء مع استشارية التغذية ريج درويش. صباحك يا ريج. صباح النور. يعني عم نحكي عن الأوزان تحت الهواء، عم نحكي قد ايه مرتفعة هيك شهية ايه الشهية يعني. صح، يسعد صباحك. يسعد صباحك. يسعد صباحك اريج. يعني اسم هالمرض غريب شوي، يمكن اول مره رح نتعرف عليه. هاشيميتو. صح، هاشيميتو هاشيميتو. شو هو الهاشيميتو؟ تمام. هلا هو انا حبيت احكي عنه هلا لانه عم نلاحظ انه عم بصير في عنا اعداد اصابات زياده هلا. اول شيء ما كان كثير موجود هذا المرض، بس هلا عم نلاحظ انه عم بصير في ارتفاع باعداد المصابين بالهاشيميتو. هو عباره عن مرض مناعي بيصيب الغده الدرقيه، بصير الخلايا البيضاء او الاضداده اللي بجسمنا بتهاجم الخليه الغده الدرقيه نفسها، يعني بدل ما تهاجم البكتيريا او الجراثيم اللي بتكون مضره، بصير في عنا خلل بجهاز المناعة بجسمنا، فبصير الخليق بتهاجم الغدة الدرقية. والغدة الدرقية هي غدة طبعا موجودة بأسفل الرقبة، وكلياتنا بنعرف شو تأثيرها وأهميتها لكل أعضاء الجسم. صحيح. إذا صار في عنا خلل فيها حنلاحظ إنه حيصير في عنا خلل كمان بالقلب، بالرئتين، بنظام الحرق والاستقلاب بجسمنا، كتير بتأثر على طبيعة الاستقلاب. طبعا نحن لازم نفرق شوي بس ما بين الهاشيموتو وما بين قصور الغدة اللي كتير من الأشخاص كمان بتعاني منه. نحن ما فينا نفرق إذا هذا الشخص في عنده التهاب او القصور الا عن طريق التحاليل، لانه هن نفس الاعراض. يعني الشخص اللي عنده الهاشيميتو حنلاحظ انه في عنده اول شيء زياده بالوزن، خمول، كسل، تعب، حيصير في عنده زياده بالوزن بشكل كثير كبير، وحيصير في عنده بروده بالاطراف بالجسم، اضطراب بدرجات الحراره. صحيح. فهي مشابهه لاعراض القصور تماما، بس التحاليل هي اللي نحن بنقدر نميز اذا عندنا القصور او عندنا التهاب بالغده الدرقيه. فهن مرضين منفصلين ولكن نفس الاعراض. نعم. مع انه هي يعني شائعه مثل قصور الغده الدرقيه، لكن الاعراض مختلفه مثل ما حكينا، انه برود الاطراف كمان اعراض عامه يعني بتحسيها موجوده عند بعض الناس بسبب نقص الفيتامينات. يعني كيف الواحد يعرف انه معه هيك؟ يعني كيف يكتشف من خلال جسمه وشو التحاليل المطلوبه لحتى يتم تشخيص هذا المرض؟ تمام. هلا اول شيء مثل ما قلنا انه اهم عرض حيصير في عند الشخص انه هو عنده خمول وكسل دائما، يعني حتى لو هو هلا فايق مرتاح ما عم يشتغل، بيلاحظ انه في عنده تعب بجسمه. ما عم يقدر يتحرك بشكل صحيح، اي حركه او اي نشاط تجهده. بسيط بيعمله تمام، بيلاحظ انه في اجهاد، بنلاحظ احيانا في شحوب بالوجه، اضطراب درجات الحراره، شوي بيكون كثير مشوب، شوي فورا بيبرد. الوزن كمان بيصير في عنده زياده بالوزن بشكل مفرط، ما بتتناسب مع طبيعه الاكل اللي عم ياكله، يعني ممكن يكون ما عم ياكل كميات كبيره ولكن عم بيلاحظ انه وزنه عم بيزيد. طبعا. حتى اذا اتبع حميه لحتى ينزل وزنه، بيلاحظ انه في عنده صعوبه بتنزيل الوزن، استقلاب بخف تماما، بيقل الاستقلاب بشكل كتير كبير. فمن هون نحن بدنا نبلش بقى نعرف انه في عندنا مشاكل. دائما نحن بنتجه للغده، يعني كثير اشخاص نحن اول ما بيخطر على بالنا انه ثبوت وزن او ما عم ينزل الوزن بشكل صحيح بنروح لامراض الغده. نعم. فلما بنروح لعند الطبيب اكيد هو حسب التحاليل حيكون في عندنا نحن التشخيص المناسب. لما بيكون في عندنا هاشيموتو حنلاحظ انه في عندنا ارتفاع بالاضداد بجسم او الخلايا البيضاء بتكون مرتفعه بجسمنا، بالاضافه لهبوط بالهرمون اللي هو الالتروكسين اللي هو بينفرز من الغده. نعم. يمكن الاعراض حكينا عنها هي المشابهه، خلينا نحكي عن الخطوره وعوامل الخطوره والمضاعفات اللي ممكن تصير. تمام. هلا اول شيء دراسات اثبتت انه النساء هن اكثر عرضه من الرجال للاصابه بالتهاب الغده الدرقيه. نعم. نتيجه الهرمونات، نتيجه تغير الهرمونات اللي بتنصاب فيها المراه بكل شهر. الاشخاص البدينين كمان عندهم عرضه اكثر للاصابه بالهاشيموتو، الاشخاص اللي في عندهم سكر او الاشخاص اللي في عندهم امراض بالقلب هن اكثر الاشخاص اللي معرضين للاصابه بهذا المرض. بالاضافه لانه هي علاقه عكسيه، فلما بيكون في عنده الشخص التهاب بالغده الدرقيه كمان هو بيكون اكثر عرضه للاصابه بهدول الأمراض. فهني سوا، يعني هاي الأمراض بتأدي للهاشيموتو والهاشيموتو بيأدي لهي الأمراض. هلا نحن بدنا نبلش بعلاج أي شيء له علاقة بالغدة، أول شيء نطلع عليه الوزن، يعني الهدف من إنه نحن نعالج هو تنزيل الوزن بطرق غذائية طبعا عديدة، هلا حنعرف شو هي. تمام. خلينا لك نعرف أريجا شو هي الطرق الغذائية اللي فينا
يمكن نحد من هذا المرض. تمام. وإضافة إلى أنه هل هو فعال العلاج يعني؟ أكيد. هلأ نحن ما فينا بالأغذية أو حتى بالأدوية أنه نحن نعالج بشكل يعني نلغي كامل. هذا المرض. تمام. هو موجود هذا المرض بس نحن عن طريق الأدوية والأغذية منخفف من الأعراض. طبعا الشغلة لازم نعرفه أنه نحن بقصور الدرق بناخذ هرمون الالتروكسين، وكمان بالهاشيموتو دواء الالتروكسين هو دواء ضروري. في دواء هرمون؟ أكيد بالاثنين. بس الفكرة نحن يلي كتير الأشخاص حتى يلي عندهم الغدة بياخدوها بشكل غلط. نحن دائما طريقة أخذ الأدوية أحيانا بتأثر على نتيجته بشكل كتير كبير. الالتروكسين لما نحن بدنا ناخده بشكل صحيح لازم ناخده على الريق، وبعد أو ما يفصل ما بين حبة الدواء وأول وجبة أو حتى أول فنجان قهوة على القليلة ساعتين. يعني إذا الشخص مثلا بفيق على الساعة 8 ومتعود فورا يفطر أو يشرب قهوة، مفروض يعير منبه على الساعة 5:30 أو 6 ياخد الحبة ويرجع ينام وبس يفيق بيعمل نشاطات بيمارس حياته بشكل طبيعي. نحن هذا الغلط اللي بيصير عندنا خاصة عند القصور الدرق، انه هن بياخذوا الحبة فورا مباشرة بيأكل. ربع ساعة نص ساعة بياكلوا. نحن هون ما الهرمون لسه ما اشتغل بجسمنا صح، ما امتصوا جسمنا بشكل صحيح، فنحن للأسف ما بنكون عم نستفيد منه. فهي كتير ضرورية عند الأشخاص اللي بيعانوا من هاي القصة. نعم. بالنسبة للأغذية أو النظام الغذائي المناسب، في عنا عدة أنماط غذائية لهذا المرض، بتختلف حسب تشخيص المرض بأي حالة عند الشخص. هلا اول شيء عند الاشخاص اللي بيعانوا من التهاب الغده الدرقيه، فمنلاحظ انه دائما في عندهم او اغلب الحالات بتكون مترافقه مع عدم تحمل الجلوتين. عدم تحمل الجلوتين حكينا عنه يمكن احنا قبل، اللي هو بروتين القمح، انه الشخص بيصير في عنده عدم قدره على امتصاص بروتين القمح. طبعا هذا كمان في له كثير تداعيات ومشاكل ممكن تظهر بعدين، ولكن احنا الشخص اللي بيكون في عنده الهاشيموتو بدنا نتبع حميه خاليه من الجلوتين، يعني ما في قمح، بدنا نحاول ناخذ الذره، ناخذ الرز، ناخذ البرغل، الشوفان اوقات بدنا ناخده، ولكن بدنا نتاكد انه هو مزروع تماما، لانه احنا ببلدنا بينزرع الشوفان القمح بنفس الحقل. صحيح. فنحن ممكن ما يكون خالي نهائيا من الجلوتين، فممكن نحن نكون عم نضره. تماما. يعني البرغل هي غير القمح الكامل، مشان ننوه للمشاهدين بالضبط. البرغل هي غير القمح الكامل. اكيد نحن البروتين او الجلوتين بيكون موجود ببروتين القمح الموجود بالقشر، فنحن لما بدنا ناخذ القمح ممكن ناخده مقشور يعني بدون القشر تبعه، بيكون خالي من الجلوتين. وهلا صارت المنتجات الخاليه من الجلوتين موجوده اكثر بالاسواق، يعني ان كان خبز ان كان طحين كان حلويات كلياتها عم بتكون موجوده بكميه ومتوافره بالاسواق. الشيء الثاني كمان بنلاحظ انه بيكون في عنده حساسيه من اللاكتوز بنسبه كثير عاليه. اللاكتوز هو سكر الحليب. نحن ببلدنا أو بالشرق الأوسط كله أغلب الأشخاص في عندهم عدم تحمل اللاكتوز، يعني لما نشرب حليب بنلاحظ أنه بيصير في عنا نفخة، إسهال، مغص. ممكن نحن نتجاوز هاي القصة بحسب كمان درجة الحساسية الموجودة. إذا كانت الحساسية ببدايتها فورا نحن شخصنا الهاشيموتو أنه عنده حساسية لللاكتوز، نحن ممكن ناخد منتجات الحليب ولكن بطريقة مبسطة أو بكميات خفيفة. نعم. يعني نحن ممكن نمدد الحليب. في أشخاص إذا شربوا نص كوب حليب مثلا ما حيتضايقوا، إذا شربوا الكاسة كاملة حيتضايقوا. فممكن هو يصب تماما ياخذ كميات حليب بسيطة ويمددها بالمي، فهو حيخفف كتير من الأعراض اللي ممكن تصيب هذا الشخص. طبعا كمان نحن في عنا نظام غذائي الهاشيموتو ظهر هلأ نحن عنا بكثرة بسبب نمط حياتنا الغلط والأغذية المصنعة. صحيح. والأغذية الجاهزة اللي نحن عم ناخدها. نعم. فنحن في عنا نوع من أنواع الأنظمة الغذائية اللي نحن منرجع فيه للأكل الطبيعي، الرز، اللحمة، الجاج، ولكن بطرق مطبوخة بشكل طبيعي، بعد قد ما فينا عن الأغذية المصنعة، المرتديلا، الهوت دوغ، كلياتها يلي بتكون حتى الأغذية المفرزة تماما واللحوم المفرزة كتير عم نلاحظ إنه في إلى تأثير بأنه هي اللي تعمل التهاب الغدة الدرقية. فبدنا نحاول كتير كمان نخفف من هاي الأغذية بشكل كتير كبير. ومثل ما قلنا إنه هو بيصير في عنا نحن زيادة بالخلايا البيضاء، فنحن معناته في عنا التهاب بجسمنا، فبدنا نركز على الأغذية المضادة للالتهاب. الخضروات والفواكه فيها مضادات أكسدة بنسبة كتير عالية بتساعدنا أن احنا نخفف من الأعراض الالتهابية اللي بتكون موجودة. بالإضافة لأنه نحن بنركز على الأعشاب العضرية كتير ضروري، النعنع، الكركم ممتاز. الكركم نحن دائما بحكي عنه بس الكركم الأخضر مو الكركم اللي بنستخدمه بالبهار، بيكون على مثل الزنجبيل شكله تماما وبيكون لونه أصفر، فيه مضادات أكسدة جدا عالية بخفف حالات يعني الالتهاب. يعني الكركم البودرة منيح
بده يكون البودره، لانه هن بياخذوه من الجزر وبيعملوه طحن، بيطحنوه فورا، بس كمان بدنا ناخذه يعني بدنا نطحن كميات صغيره منه، ما بيصير يكون مطحون بكميه كبيره وله فتره طويله لحتى نستفيد منه بشكل صحيح. النعناع جدا مفيد وجدا ضروري، واكيد بدنا نخفف السكريات بنسبه كثير عاليه، لانه نحن دائما السكر هو المسؤول عن حالات الالتهاب بجسمنا. يعني حتى نحن حكيت مره عن البثور اللي بتظهر بالوش، نحن دائما بنحط الحق على الدهون، الشوكولا والدهون ما دخلهم بريئين. السكريات هي اللي بتفعل الالتهاب بجسمنا، فكتير ضروري كمان نخفف السكريات البسيطة طبعاً، مش السكريات الموجودة بالفواكه. يعني يمكن زينب نحن هلأ منعزي حالنا مثل ما قلتي على الأكل اللي عم ناكله، يعني هو خلص قالت إنه خربة هرمونات وشتوية، يعني بس الواحد ينتبه شوي ما يزيد كتير على الحد حتى ما يقدر كتير يتعذب بتنزيل الوزن. يعني تمام. إن شاء الله الشتوية هيك بتكون تمضى على خير. تمضى على خير عن جد. أريش شكرا كتير على كل المعلومات اللي عطيتينا إياها، وإن شاء الله نهارك حلو. ميرسي وإلكم كمان. شكرا لك. أكيد بدنا نشكر على أريش، ولكن حابين هيك نقدم يعني زينب نصائح يمكن لكل اللي هلا عم بيتابعنا. النصائح الأخيرة مهمة حابين، وخاصة بالكورونا، يعني في عالم عم تتبع نظام غذائي ما هو نظام غذائي خلينا نقول متوازن، ما بدنا نحكي على غلاء الاكل، في اكل رخيص كثير ويمكن قيمته الغذائيه تضاعف، اللحمه اللي مثل الفول وهلا متوفر الفول مزلوط. وايضا الفليفله البرتقالي اللي عم نشوفه بكثره بالاسواق اللي بيعطي فيتامين سي. هلا مشان كل اللي عم يحضر فقرتنا هيدا تبع التغذيه وعم يحكوا على التغذيه، نحن حنكون واقعيين ومن قلب الواقع نحكي اكثر عن هدول الاغذيه اللي لازم تنصحيهم فيها للمشاهدين. تمام. هلا مثل ما قلتي نحن بدنا نركز على المواسم، يعني نحن اي شيء موجود بهذا الموسم ما في داعي انه نحن نتجه لاشياء ثانية ما أنا موجودة بالموسم الموجود هلأ. فينا نركز على الأغذية المتوافرة والمتواجدة بهذا الموسم. كتير ضروري إنه أنك دائما نركز على إنه نأخذ كل شغلة بموسمها، ما نأخذها بمواسم تانية، لأنه أكيد حيكون مضاف له هرمونات، حيكون مضاف له أساس كتير تانية حتأثر على صحتنا بشكل كتير كبير. فنحن دائما نركز على هاي الأساس. كتير ضروري لما بدنا نأخذ نحن المكمل الغذائي اللي هلأ شفنا قديش نحن صار في هجمة على المكملات الغذائية بكورونا، الفيتامينات يعني الفيتامين، فنحن ما لازم نأخذها بطريقة عشوائية. مثل ما حكينا هلا على الالتروكسين انه اذا تاخذ بوقت غلط او بطريقه غلط فنحن ما عم نستفيد منه، وهذا بنطبق على كل الادويه. يعني نحن لما بناخذ مثلا الفيتامين د، في عندنا نحن اربع فيتامينات، الأ والاي والدي والكي، ما بينحلوا الا بالدهون. فنحن لما مثلا فيتامين د عم ناخده على معده فاضيه اول ما منفيه فنحن ما عم نستفيد منه نهائيا. والابر نفس الشيء، نفس الشيء كلياته، لانه الامتصاص بده يكون بشكل صحيح، المفروض يكون في دهون بجسمنا، فنحن بدنا ناخذهم بعد الوجبه الغذائيه. طبعا لما عم نقول دهون ما عم نقول نحن ممكن دجاج او لحمه او شيء، لا، اي شيء من وجبه الفطور ممكن يكون فيها بيض او لبنه او جبنه فيها كميه دهون، هي الكميه هي يلي بتكون مسؤوله عن امتصاص هذا الفيتامين. فكتير ضروري نحن ما ناخذ هي القصص بطريقه عشوائيه، لانه كمان اذا اخذناها زياده او بطريقه غلط، لانه هي اذا اخذناها بطريقه غلط نحن ما عم نستفيد، واذا اخذناها بكميه زياده فهي لها تاثيرات ضاره كتير كمان على جسمنا. فنحن كتير نكون دقيقين، دائما بركز على المعلومات، ناخذ من مصادر موثوقه، ما ناخذ من يعني ما نفتح على النت واي شيء بيطلع نطبقه، هذا شيء كثير غلط وما حيناسب كل الاشخاص. فنحن دائما يكون في عندنا طريقه ومعلومات ومواقع صحيحه نقدر ناخذ منها هي المعلومات. نعم. اريج يعني اخر سؤال، انه العالم اللي عم تعمل دايت مثلا ممنوع تاكل طبخ؟ يعني هلا مثلا بتلاقي طبخات الشتويه دائما رز وشيء قدامها او دسمه شوي، فخبرينا، لانه دائما هذا السؤال بنساله، انه ما انكم عم تقابلوا أخصائيين تغذية ممنوع يأكلوا طبخ، لازم بس البروتين والكارب يكون موجود بحميتهم؟ أبدا، بالعكس، نحن لما بدنا نعتمد، هلأ في كتير فكرة عند الأشخاص أنه الدايت معناته حرمان، الدايت نهائيا ما هو حرمان. نعم. هو نحن بدنا بس نشتغل على عادات غذائية صحيحة. أكل البيت والطبخ جدا ضروري، لازم يكون متوافر بشكل كتير صحيح، ولكن نحن بس بنشتغل على الكميات. يعني إذا رز مثلا فاصوليا حده، بس بدنا نحدد كمية الرز اللي بناخده بالنسبة لهذا الشخص قديش هو بناسبه. بينما فينا ناكل الفاصوليا، البامية، كل شيء نحن لازم ناخده، بالعكس هو قيمته غذائية كتير عالية، ولكن بس ننتبه على الكميات اللي عم ناخده. نعم اكيد. يعني نحن بدنا نشكرك هالمره عن جد اريج، نحن استفدنا منك لاخر دقيقه لنجاوب على كل اسئله الناس بخصوص التغذيه. بتمنى لكم كثير حلو. شكرا لك. شكرا لك. اهلا وسهلا فيك اريج، شكرا للمعلومات القيمه اللي دائما بتفيدينا فيها.